سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. يوم جديد، وصفه جديده. اليوم البنات غنشارك معكم هذه الوصفه الشعبيه، كثير منكم غادي يعرفها. المهم الاسم ديالها فتات شطبه. اكله شتويه البنات، وغنيه وسهله في المتناول. نتمنى يعجبكم الفيديو، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير. ما تنسوش اللايك، ويلا هون نبداو. هنا البنات غادي نحتاج في واحد طنجره شويه ديال العدس وبصله خضاريه والربيع، قطعناهم. غادي نزيد عليهم شويه ديال الزبده بلديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم. هنايا معلقه صغيره، البنات راس معلقه ديال البزار، المهم على حسب، معلقه ديال بابريكا او تحميره، شويه ديال الكمون. صافي البنات، هذا هو، هذه هي العطريه ديالها. كنخلطها شويه كتشحر، ومن بعد كنزيدو الماء الكافي. هنايا البنات زدت واحد شويه ديال الملون الصناعي، الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ماشي مشكل، المهم كيعطي غير شويه اللون. كما قلت لكم البنات، هاد الاكله سميتها فطات شطبه، اكله غنيه البنات ومعروفه في الجهه ديالنا. سهله سهله، وكتحضر في الوقت قليل دغيا كتوجد البنات. صافي، هنايا من بعد ما مرقت غادي ندير الماء الكافي تقريبا على حسب، وهنايا غادي نسد عليها الطنجره او الكوكوت، وغادي نخليها طيب. هنايا البنات غادي ندوز للمرحله ديال العجين. هنايا الطريقه البنات، كل منطقه والطريقه ديالها كتختلف. هنايا غادي نتشارك معكم الطريقه الوالده ديالي، الله يخليها ليا والله يخلي لكم والديكم. هنايا البنات هذه هي الطريقه، شويه ديال الدقيق مع الماء. هنايا درنا الدقيق ديال الفارينه، او تقدروا ديروا ديال القمح، غتزيدوا فيه شويه ديال الفارينه او الفرص باش يتجمع لكم. هذه هي الطريقه البنات، كنرشوه بشويه ديال الماء وكنديروها على الطريقه هذه حتى يكونوا عندنا كويرات على هذا الشكل هذا. المهم كنحلوهم كما كتشوفوا باش ما يكونوش كويرات كبار، الغرض هو يكونوا كويرات صغار كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه التقليديه، المهم الطريقه التقليديه الاصيليه. الناس ديال زمان كانوا كيشدوا واحد العود فيه ثلاثه ديال الريوس، وكيديروا تيعجنوا العجين وكيبقاو يخلطوه في البرمه كيطيب. المهم هذيك الطريقه الصراحه ما بقاتش، هذه هي الطريقه اللي ولاو تيديروا. صافي، هنايا من بعد ما كورات هذاك العجين غادي تغربلو في الغربال باش ينزل هذاك الفائض ديال الدقيق اللي كان في الاول، اللي بقى ناشف، ويبقاو غير هذوك الكويرات كما كتشوفوا اللي تجمعوا بالماء. هذه هي الطريقه البنات. كما كتشوفوا البنات ضروري ينزل داك الفائض ديال الدقيق اللي بقى. صافي، هنايا كنديروا نعزلوه في واحد الاناء اخر كما كتشوفوا، وكنجمعوا داك الدقيق. المهم داك الدقيق كنديروه في العجين ديال الخبز، او المهم ما يطيحش. هنايا كما كتشوفوا دوك الكويرات ديال العجين كيجيو على هذا الشكل هذا. وهنايا الطريقه اللي كدير مي هي كتزيد عليهم واحد شويه ديال زيت المائده. سول المهم هنايا سولتها وقالت لي راه ضروري شويه الزيت حيت باش ما يجيش معجن في الخليط. المهم هذيك الزيت كتحافظ على هذوك الكويرات باش يبقاو شادين راسهم، هذا هو الغرض. صافي، هنايا كتلبس هذوك الكويرات بداك الزيت المائده كما كتشوفوا. طريقه سهله البنات، زعما ديروها غير بوحدكم. المهم هكا كتشوف الا كاينه شي كويره كبيره ولا تتقسمها. المهم ضروري يكونوا دوك الحبيبات يكونوا صغارين.
كما كتشوفوا البنات هنايا قربت لكم كاميرا باش تشوفوا الحبيبات كي دايرين، كيجيو هكا رقاقين، ضروري يكونوا رقاقين ما يكونوش غلاضين باش ما يتعجنوش. صافي هنا من بعد ما طاب لي الخليط ديال العدس كنزيدوا عليه مباشره هذوك الحبيبات اللي صوبنا. مهم ديروا البنات عينكم ميزانكم، هنايا ما نقدرش نقول لكم القياس حيت تيديروا العبار ديال عينيهم ميزانهم. مهم هنايا كتخلط وكتزيد وكتخلط وكتشوف في نفس الوقت في نفس الوقت كتشوف واش الخليط ثقيل ولا خفيف. مهم هي كتكون عارفه القياس. صافي هنايا الخليط كما كتشوفوا كتزيد وكتخلط. المهم الخليط ما يكونش قاسح، ما يكونش ثقيل، هذا هو الغرض. المهم يخليه يكون شويه خفيف حيت مازال غادي يشرب داك. المهم كنبقاو نحركوا فيها البنات حتى تطيب كامله. صافي هنايا كتاخذ واحد شويه ديال الوقت، المهم تقريبا واحد ما بين 5 دقائق 10 دقائق كاع الماكسيمو. صافي تكون واجده، يعني غادي نتسناو حتى تطلع الغليه تغلى الكوكوت مزيان ومن بعد ديك الساعه نقدموها. هنا البنات كما شفتوا راه زادت الواليده واحد شويه ديال الماء. مهم كتشوفوا الكثافه ما تكونش ثقيله، الا كانت جاتكم شويه ثقيله تزيدوا الماء، الماء يكون سخون بطبيعه الحال. صافي هنا البنات من بعد ما غلات الكوكوت على الطريقه هذه، مهم مع التحريك ضروري تحرك وحتى بحال الشكل ديال الحريره البنات. صافي هنا من بعد ما تطيب تتجي على هذا الشكل هذا. الحاجه الوحيده البنات الا بغيت تزيدوها هو الحار. هنا زدنا واحد الفلفله في الاخير، المهم كنا نسيناها من الاول ولكن معليش دغيا كطيب. صافي مع التحرك وسمعوا تطيب دغيا. هنايا البنات صافي من بعد ما طابت غادي نديروها في طبق تقديم. هنايا درناها في قصريه كما كتشوفوا. صافي وغادي نبدا التقديم ديالها. كما قلت لكم البنات هاد الاكله الشتويه كتجي زوينه زوينه بزاف، غير جربوها راه غادي تعجبكم. معروفه بها في المنطقه ديالنا، ما عرفتش المناطق الاخرى ما عرفتش الصراحه. المهم ما عرفتش شنو تيقولوا ليها في السميه ديالها. كنتمنى البنات الا شافوها من شي منطقه اخرى يخليوها لي في لي كومونتير. المهم هنايا البنات كنقولوا ليها فطات شطبه، وما الصراحه الطريقه القديمه اللي زمان كانوا تيديروا الناس على العواد ما بقاتش، كان ولات غير هاد الطريقه هادي. صافي هنايا البنات كنزيدوا اخر لمسه، تنقدموها مع زيت الزيتون كما كتشوفوا كتجي زوينه زوينه بزاف البنات، غير جربوها غادي تعجبكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات، هذا هو الطبق التقديم. كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم بطبيعه الحال خليوا لي واحد اللايك وبارطاج، وشكرا على المشاهده وبسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.